أخبار اليوم. عائلة التناسل كلنا مع بعض بنكمل بعض، كل واحد بيلعب دوره عشان يقدر بيه نوصل إلى إن شاء الله عالمية هذه اللعبة. الحقيقة الأحداث اللي ابتديناها من أول ما ابتديناها، أنا بشكركم جدا جدا على التغطية الجميلة اللي إحنا شايفينها ومتابعينها، وطبعا عايز أقول زي المباراة دي بتشرف إن هو معانا من أول مشوار، مش بس من ساعة ما ابتدينا يعني يحصل تعاون مع مؤسسة أخبار اليوم، إنما الحقيقة من أول ما ابتدينا اختياراتهم وهو معانا خطوة بخطوة من أول ما ابتدينا، وزملائنا كلهم الموجودين الحقيقة أنا بشكركم جدا جدا على الدعم اللي أنتم بتديوه. أيضا مفيش شك إن زي ما أنا بقول، وأنا بقول الكلام ده على أساس إن حضراتكم عارفين إن إحنا زي ما قلت في الأول إحنا فرقة. الفرقة دي تيم، يعني التيم ده عبارة عن مجموعة متكونة من عدد من الناس، منهم المؤسسة، مؤسسة أخبار اليوم، منهم وزارة الشباب والرياضة. الوزير الحقيقة عامل معانا المرة دي مجهود جامد جدا جدا جدا، وكل مرة بيتفوق على نفسه، يعني المرة دي الحقيقة قدر إن هو يطلع لنا زي ما قلت 50 متطوع زي ما حضراتكم شفتوهم وموجودين معانا طول الفترة، وهتشوفوهم تاني يوم الجمعة إن شاء الله. الأولاد ما شاء الله عليهم منتهى الأدب ومنتهى الثقافة، والأميجا أون قدروا إن هم يخلوهم يونيفورم جميل، وقدروا إن هم يدوهم كومبنسيشن أو يدوهم يعني بدل وإلى آخره، اللي هو علشان نقدر إن إحنا نحسس الشباب إن هم بيلعبوا دور، وكان ده الدور الأساسي في الجيل. مجموعة كبيرة من ولادنا وصلوا، هتشوفوهم خلال الجمعة إن شاء الله في الاشتراك، حوالي 150 لاعب ولاعبة من الأندية والهيئات اللي إحنا وصلنا عددنا ما شاء الله دلوقتي في الاتحاد المصري للترياتلون إلى 22 نادي وهيئة. وال 22 نادي وهيئة دول مش كلهم منهم طبعا، دول من عدد قليل منهم، اللي وصل منهم تقريبا حوالي 12 أو 13 هيئة نادي موجودين هنا، وقدرنا الحمد لله إن إحنا نجيبهم ونقعدهم جنبنا، وإن شاء الله هيكونوا حضراتكم هتقابلوهم وتشوفوهم في بطولة الجمهورية. الأستاذ شريف سألني سؤال جميل جدا، الأستاذ شريف حنفي، قال لي ليه البطولات كلها مرة واحدة؟ عايز أقول لحضرتك إن إحنا لأول مرة بننظم بطولة أفريقيا للدواتلون، إنما نظمنا قبل كده بطولة أفريقيا للدواتلون، نظمناها في الأقصر مع المؤسسة برضو مؤسسة أخبار اليوم، لكن أول مرة بننظمها، والسبب في إن الاثنين، لأن الاثنين مختلفين واللي بيشترك في ده ما بيشتركش في ده، سواء كان بالنسبة للكواتلون أو بالنسبة للدواتلون. اما بالنسبه لبطوله الجمهوريه انها تكون موجوده في التوقيت ده عشان نقدر ندي لاولادنا الفرصه ان هم يشوفوا ويعيشوا ويحتكوا مع بطوله من بطولات مستوى عالي، ويقدروا ان هم يتعايشوا معاها، ممكن ده بيديله امل كبير جدا في ان هو يحتك ويشترك والى اخره. الجزء الثاني برضو اللي احنا سعداء بيه، ان شاء الله بكره هيوصل باري سيف ده رئيس الاتحاد الامريكي للترياتلون، عضو المكتب التنفيذي، زميلي في المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي، وعضو مجلس اداره القاره الافريقيه للترياتلون. وسبب مجيئه ان احنا وقعنا اتفاقيه، الاتحاد الافريقي وقع اتفاقيه مع الاتحاد الامريكي ومع اللجنه الاولمبيه الامريكيه علشان تعد وتمد عدد من الاتحادات اللي موجوده الافريقيه من خلال الاتحاد الافريقي. ده هيبقى نوع من انواع الدعم، سواء متمثل في الملابس والادوات والدراجات ان شاء الله قريبا باذن الله. لكن للاسف الشحنه اتاخرت، كنا المفروض الشحنه دي تيجي بدري قبل البطولات عشان نقدر نوزع على اخواننا وزملائنا من الاتحاد الافريقي. حضراتكم عارفين طبعا ان مصر هي المركز او الهيد كوارترز بتاع الاتحاد الافريقي والاتحاد العربي، عشان كده بينطلق منها كل حاجه، يعني المساعدات بتيجي على مصر وتبتدي مصر توزع ده من خلال الوفود اللي بتزورها او من خلال البطولات اللي بتعملها او من خلال توزيع ده عليهم من خلال الفتره اللي هناك. برحب باخويا العزيز الغالي الاستاذ لطفي بالعبيد، رئيس الاتحاد التونسي وعضو مجلس اداره الاتحاد العربي
من لسه فايزين جداد بنهنيه وبنرحب بيه دايما. وعضو طبعا اللجنه الاولمبيه التونسيه اخويا العزيز ايمن بدربي بيرششني عشان انا بنسى. ف ده بتاع تجديد ذكائهم برضه. الحقيقه باري سيف فاجئني ان هو قال لي ان هو هيشترك في ادواتي كلاعب، رغم ان هو طبعا هتقول لي هل مصرح ليه؟ اه طبعا مصرح ليه ان هو يشترك، مفيش مشكله خالص، سواء كان عضو مجلس، سواء كان رئيس مجلس، سواء كان حتى رئيس الاتحاد الدولي. وده الحقيقه يعني احنا خدنا دي القصه دي على نفسنا في بطولات، كل بطولات العالم بتلاقي مثلا الاتحاد الدولي عامل فريق، فتلاقي واحد بيعوم وواحد مش كله بيعمل نفس الالعاب يعني، انما بنحاول نعمل فريق كامل بعضه. ارجع تاني بحضراتكم للزياره وسببها. احنا بكره ان شاء الله العلي العظيم هنزور معاه، هو هيوصل الصبح هنسيبه يفتح شويه ونزور معاه المدينه الشبابيه، وانا قلت الاستاذ ايمن بدره، وبتمنى ان حضراتكم ان شاء الله تكونوا معانا هناك، لان انا احب قوي ان هو يلتقي بيكم، واحب ان انتم تسالوه اي حاجه انتم عايزينها، لان ده واحد من الناس اللي كانوا بيشتغلوا في حاجه اسمها او شركاء في حاجه اسمها الايرمان. الايرمان دي اللي هو الرجل الحديدي، اللي هي بتعتبر احد البطولات التجاريه للترياتلون، واللي الحقيقه ابتدى يبقى فيها تنسيق ما بينها وما بين الاتحاد الدولي للترياتلون مؤخرا. يعني انا هقول لحضرتك، لان هو هيوصل 8 في البداية اللي يقول هيرتاح الصبح مثلا لمده ساعتين ثلاثه مثلا، يعني هنبتدي مثلا الجوله على الساعه 1 مثلا. لا نيجي نروح الشباب على مثلا 3 3 3 ونص في الحدود دي. طبعا انا كان مهم عندي جدا ايضا ان يحضر شريكنا الاستاذ حسن عفيفي والاميدا ارن. الاميدا ارن الحقيقه عامله مجهود وسايبه بصمه جميله جدا في خلال هذه البطوله، زي ما حضراتكم شايفين المستوى اللي احنا بنتكلم عليه اللي حضراتكم شايفينه ده مستوى بطوله عالم، يعني تنظيم بطوله عالم. عشان كده احنا سعداء بده. يمكن اقول لحضراتكم قبل ما ادي الكلمه لاخويا الاستاذ ايمن بدره، احب اقول لحضراتكم ان احنا في خلال الجمعيه العموميه اللي فاتت، وحضراتكم يمكن جيتوا زرتوا مركز شياك اللي هو مركز تحكيم شرم الشيخ التجاري، مركز تحكيم شرم الشيخ الدولي، والدكتور المستشار الدكتور نصري ماركو، يمكن حضراتكم شفتوا او يمكن ما عرفتوش النتيجه، ان احنا خدنا قرار في الجمعيه العموميه ان صاحب السمو الملكي الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه وزير الشباب والرياضه البحريني ورئيس اللجنه الاولمبيه البحرينيه واحد لاعبي التراياتلون اللي بيلعب النهارده في جنوب افريقيا، عنده بطوله في جنوب افريقيا، وده السبب ان هو ما قدرش يجي البطوله. الراجل ده الحقيقه عمل لنا بصمه قويه جدا جدا، ان هو دلوقتي العرب بقوا على كل لسان من الجائزه الكبيره اللي عملها والبطولات الكبيره اللي بيجمع فيها ابطال العالم مستوى اعلى مستوى موجود في الترياتلون. عمل جائزه $1,000,000 وعملها السنه اللي فاتت، وكسبها احد لاعبي العالم وكسبتها احد لاعبات العالم، والسنه دي عاملها حاجه اسمها تريبل كراون او جائزه ناصر بن حمد الثلاثي التاج الثلاثي. اه هو مليون ولا اثنين؟ لا هو مليون، هو مليون. البطوله بتقام السنه دي، اقيمت اول مرحله ليها في دبي، والمرحله الثانيه هتقام في استراليا، والمرحله الثالثه هتختتم في البحرين. الحقيقه احنا من السمعه الجميله اللي هو عملها لنا، ومن البصمه الجميله اللي هو عملها لنا، ومحاوله الاستفاده بخبراته في التنظيم العالي جدا جدا اللي هو عامله مع كل الناس، فاحنا سعداء بده. عشان كده يمكن انا اقترحت على الجمعيه العموميه ان احنا نمنحه
الرئاسة الفخرية والجماعة العمومية وافقت على ده، وأصبح الآن هو الرئيس الفخري وأول رئيس فخري للاتحاد العربي. اتفضل يا أستاذ شريف. أصل حضرتك قلت لي إمبارح مليون ومليون تاني كده 2 مليون، عشان كده يعني ما فهمتهاش الحتة دي. لا هو مليون. هو مليون واحد بقى؟ هو مليون. مليون للرجال والسيدات الاثنين مع بعض. معلش لو كتبت مليون تاني أنا هقبض الكلمة. كده إحنا كتبنا 2 مليون دولار. طب خلاص معلش نخليها 2 مليون دولار. ماشي. نتكلم الشيء. لحد نتكلم سيمون الشيخ ناصر اللي اقول له الاعلام كتب 2 مليون فخليهم 2 مليون. اقول له خلاص خرج خلاص خرج ده الواقع خلاص. والله هو 2 مليون او مليون هي حاجه جميله طبعا. ربنا يخليك وده حاجه جميله، عشان كده انا بقول ان احنا مكسب لينا ان هو يكون حقيقي الرئيس الفخري لينا، ان احنا بقالنا سمعه جميله في وحاجه ما عملهاش اي اتحاد دولي ولا حتى بيديها. الاتحاد الدولي بيدي مجموعه من الجوائز اعتقد في حدود 3 مليون دولار في السنه كلها موزعه على معظم البطولات، ولكن يورو اسف 3 مليون يورو، واعتقد ان يكون جائزه واحده من مكان واحد وخصوصا من عندنا ده تبقى حاجه قويه جدا واعلام كويس جدا بالنسبه للعرب وبالنسبه للتراث العربي. عشان كده جه دور الاميدا اون وابتدت الحقيقه بنفكر بتفكير خارج الصندوق زي ما بنقول، وقدرنا ندرس معاهم كالاتحاد العربي، هم شركاء طبعا من الاتحاد العربي، وبشراكتهم الاتحاد العربي بيساعد كل الاتحادات اللي موجوده وبنحاول